أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأحمر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة والعملات الرقمية. هبطت أسعار النفط بنسبة بلغت 1% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 91 دولاراً فاصل 50 للبرميل الواحد. انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس قصد التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على الخام، بينما تتجه الأنظار اليوم نحو بيانات المخزونات الأمريكية. على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة ملحوظة بلغت 1.51 عند 1653 دولارا للأوقية. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع اتجاه أنظار المستثمرين نحو بيانات التضخم الأمريكية لما لها من تأثير على قرار الفائدة القادم من قبل الاحتياطية الفيدرالية. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت خسائر جماعية اليوم، وهبطت عملة البيتكوين بنسبة ملحوظة بلغت 4% لتغلق عند مستوى 18337 دولارا. عمقت العملة المشفرة خسائرها بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات.